هادية صارت حاضرة معنا بعالموضة لنحكي عن الترند كولرز. صباح الخير ولا صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما عم يحضرونا. شهر حلو. ثانك يو. مثل ما كنت عم تقولي اليوم بدنا نحكي عن من احدى الموضه يا اما العناوين البارزه لهالموسم، بالاضافه صار لنا فتره عم نشوفه هو الالوان. لكن في اخبار عم بتصير وتغيرات كثيره واشياء حلوه عم بتصير بعالم الموضه، وهي اكيد في بعض منكم سمع انه المصمم الازياء اللي صعب رح يصير يعطي شهاده بجامعة الاليو، لانه رح يبلشوا الميجر تصميم الازياء. حلو. بس من سنة تقريبا اعلنت الخبرية انه شهادة الي صعب، بس لكن بعد كان لحد امبارح لتقرر لا ما عم تطبق، بس في جنريشن اول جنريشن، بس كان بعد مش معروف اي انترناشونال سكول رح تكون ملحوقة ال اي يو بالاخر ينعطى الشهادة ال اي يو وجامعة ثانية. وهلا تقرر وانمضى كونترا مع عقد خاص مع لندن كوليدج اوف فاشن، رح تصير الشهاده رح تكون من ممضيه من المصمم مالي صعب بالاضافه لجامعه ال اي يو وكمان لندن كوليدج اوف فاشن، وبتنعاد كمان من احدى ابرز المدارس الموضه بلندن وهي مركزها الاساسي بلندن. هيدي من احدى الاخبار اللي هلا كل العالم عم تتساءل، ولكل الاشخاص بيحبوا يعملوا دبل ميجر يا اما اي ميجر بال اليو صار فيهم بحبوا الموضه، صار فيهم ياخذوا شو اسمه الكورسز تبعون الموضه، وبالاخر رح يكون الشهاده تبعيتهم رح تكون من المصمم الي صعب بالاضافه لوند كولج اوف فاشن، واكيد الايو معترف فيهم وين ما راحوا عالميا. اما كمان من احدى الاخبار اللي هي كانت نوعا ما انه حلوة وما حلوة، من إحدى مصممات المفضلين أند المنستير، هي من إحدى المصممين إذا فينا نشوف الصورة ونشوفها أكثر على كبير، من إحدى المصممات اللي خلت بلجيكا تكون عاصمة للموضة هي أند المنستير. بعد سنين طويلة بعالم الموضة وبعد ما كان عندها سكسي كتير كبير بالتسعينات ولحد اليوم عندها استيلة وماركتها، قررت تتوقف عن العمل كمصممة أزياء وتخلي الشغل لغيرها. أكيد الاسم أند المنستير رح يكون مكمل، بس لكن هي كمصممة رح توقف، وهي لسببين. السبب الأول هي من هي وصغيرة كانت بدها تعمل اسم لحالها وتعمل موضه خاصه، وصلت لهالشيء، وبالنسبه لها هي صار وقت هلا تهتم بحياتها الشخصيه، وكمان الاكيب يلي معها في يقدر يكفي المشن، وكمان حلوه لغير اشخاص كمان يبلشوا يشوفوا وينظروا لاسمها بطريقه جديده، بس اكيد مع المحافظه على الهيستوري والايدنتيتي تبع اند المنستير. فاذا المصممه اند المنستير المصممه البلجيكيه الاصل قررت تتوقف. وبحب ذكر انه هلا بتقديم مجموعات خريف شتاء 2014 2015 رح تشوفوا باسبوع الموضه بباريس، رح تشوفوا العرض تقدم اثنين للسيدات والرجال هيك لتفرجي كل شيء صار عبر السنين والموضه كيف تتغير عند الخطين تبعونا للستات والرجال. هيدا بالنسبه لاند مستر. شو بالنسبه لموضه خريف شتاء 2013 2014؟ مثل ما بنعرف عالم الموضه هلا مؤخرا عم بيخلينا وعم يعطينا عده عناوين ما بتخلص ابدا. ولما بننزل على الاسواق بنشوف عده عناوين بالنسبه للالوان الكتيره يلي المصممين، في بعض المصممين حبوا
يعتمدوا الالوان يلي بتذكرنا بالصيفيه، وبعض المصممين يحبوا يعتمدوا الالوان الشتويه المعترف فيها بالشتويه. لكن هالسنه بنلاحظ انه بالاضافه اكيد للعناوين الثانيه اللي هي البونك نعشه التختان التنوره اللي عامله الكومباك تبعها بقوه، الرجوع والحنين للماضي اللي هي الخمسينات والستينات، وكمان نرجع كثير 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 لورا بين القرون السادس عشر السابع عشر الثامن عشر عن بعض المصممين. الكاب اللي كمان بيذكرنا بالفترات القديمه كمان، والفيرز الفروي اصلا اللي بنشوفه كل موسم، والاوفر سايز كوت والبويز فيرسس جيرلز. على كل حال هيدي العناوين الاساسيه، ان شاء الله بالايام الجايه رح نفوت اكثر بعمق، لكن اليوم رح ركز اكثر على الالوان. يمكن هو الشغله الوحيده اللي اكثر الناس لما بيشوفوني على الطريق شو ما بيسالوني شو دارج من قصات، شو دارج من عناوين، شو الالوان الموضه لهالسنه. اللون اللي لابسته انا بعده كمان اخر موضه لهالسنه، صار لنا تقريبا ثلاث مواسم بنشوفه، الجيتان بلو عم نشوفه على كل تدرجاته، بعده كثير على الموضة. بالنسبة للباليت الألوان، شو ما لبسنا ألوان هالسنة آخر موضة، يعني من الألوان الفرحة الألوان الفليو، هلا هون أنا عم بحكي رح يقطع سريع من من الألوان الجري والأسود والأبيض مع بعضه كثير هون. لك يا أما هالسنة لنبلش نحط الخطوط الأساسية، يا أما فينا نلبس الألوان الممزوجة مع بعضها، البرنت المطبع مع بعضه، مثل هون عم نشوف عدة ديجيتال برنت على الألوان، يا أما الألوان لوحدها. هون مثلا بنشوف مثلا عن كاستيل باجاك الألوان يلي مثل البلوكس كولرز اللي بذكرنا مثلا شفناها من موسمين تقريبا، هيك بذكرنا بالليجو كيف بينمزج مع بعضه كثير دارج. الابيض هالسنه بيرجعنا لفتره التسعينات وكمان فتره الستينات، الفترات المستقبليه اللي عامل الكومباك كثير كبير اللون الابيض، ولكل الاشخاص اللي كانوا يخافوا من اللون الابيض بفصل الشتاء يتجرأوا هالسنه، لانه اكيد المواد وهذا بكون القماشات عم تعكس الصيفيه. بالإضافة لهالشي هون عم نشوف كل هون فستان من الجلد بس لكن اللميع، كل شيء مثل الكريستال مثل الآيس. آخر موضة على كل تدرجات الألوان، شو ما الواحد خطر على باله ألوان ما يخاف منه. هون هيدا تدرجات اللون النبيتي اللي كمان بعده كتير دارج لهالموسم. هون عم نشوف، كنت من شوي عم بقول نقشة التختان، يا اما الايكوسي الاكثر معترف فيها نحن هون اكثر لانه اكثر على فرنش. هون الايكوسي بعده كثير مكفى لخريف شتي 2013 2014، وبحب ذكر انه الايكوسي هالسنه بالتحديد فينا نلبسه كتوتال لوك، قميص ايكوسي، بنطلون ايكوسي، هون مثلا لبس الكاب الايكوسي، هون بنرجع اللي بيجي والاحمر، الاحمر اللون الستار لهالشتويه على كل تدرجاته، بس اكيد الواحد لازم يعرف ينقي اللون الاحمر اللي بيناسب اللون البشره تبعيته. هون بلشنا نشوف تدرجات، هونيك من شوي شفنا الاحمر مع المطبع قبل الايكوسي، هون عم نشوف الانبيتي، وهونك لما عم بقول توتال لوك هون هيدا هو التوتال لوك. شفتي كيف هون تدرجات اللون البوردو، احمر بوردو اغمق بوردو، هيدا ثلاثه كتوتال لوك، وهون كثير حلو نلبسه نلبسهم كلهم مع بعضهم. وهون مثلا مقطشين الاسود مع الاحمر، هيدا هون مثلا هدول اللونين على فكره بالتحديد بذكرونا كثير بفتره الثمانينات، هدول الالوان كانوا ينلبسوا كثير بهيدي الفتره بس كمان كثير دارجه. وهون نرجع مثلا الالوان الباستيل الاصفر الغوزي على سومو،
كمان كتير دارج. فاذا رح اعمل هيك، ونحن هلا عم نشوف الموديلات والالوان السلكشن اللي عملتها، الالوان النيفي بلو، الكحلي، اللون الابيض، الاخضر، الكاموفلاج، الاحمر، وكل تدرجات اللون الزهر بس على الباودري بينك، وبلس اكيد البلوك كولرز. هون عم نشوف التوتال لوك اللي بده يكون كثير جريء. على فكره هون بحب اذكر، هون فوشيا توتال لوك فوشيا كمان كثير دارج، لانه لما قلت كل تدرجات اللون الزهر للفوشيا، هون منخب مثل كيف الاسود بنلبسه اللي يضعفنا، نفس الشيء بنلبس التوتال لوك فوشيا، يا اما هون مثلا توتال لوك بخيت، يعني لون واحد وموحد، لون واحد وموحد بضعف. أوكي. بس لما تقطشيهم ساعتها بدك تنتبهي على الالوان كيف. الفروة هالسنة اللي لاعبين فيه المصممين بألوان كتيرة، وهذا أكيد بيرجع لكل شخص كيف بحب يلبس الفروة. بس مثل ما لاحظتوا السلكشن الألوان أكتريتها هو الستار، هو اللون الأحمر. مزبوط. الأحمر من السنة الماضية شفناه بس ما شفناه بقوة كتير، بس هالسنة حنشوفه أكتر، والناس بتخيل رح أكتر يعتمدوه. هن حكيوني قبل، اتصلوا فيي وقالوا لي شو اللون المفضل عندي، قلت لهم الأحمر، سو قرروا يستعملوا. والبلو اللايت البيبي بلو كمان، وهيدا كمان كيف مثلا البلوكس الكولرز هون كمان موجود. هيدا بالنسبة للألوان عم نشوفها هون. اذا بدنا اذا ما جعبنا نلبس الفلاشي كولرز، بس مثلا هون مثلا انا اي دونت مايند مثلا ما في حلو كثير اذا لبسنا هدول الالوان الحياديه والكلاسيكيه، نزيد عليهم مثلا مثل سكربينه حمراء، سكربينه صفراء، زرقاء، هيك لتعطي كمان اضاءه لهذا ونفوت اكثر بالترند تبع هالموسم. يا اما فيهم يضلوا على الالوان الكلاسيكيه اللي هن اذا متحفظين بالالوان. اما هلا من كمان مع ختام الحلقه اليوم، عن فكره عندي كثير اخبار واضح، مع ختام الحلقه اكيد بعد في عناوين كثيره، ان شاء الله بالايام الجايه كمان بنفوت اكثر فيهم. ليدي غاغا المغنيه الاكيد معروفه بتغيير اللوك تبعها وبالستايل تبعها، هلا فينا نقول بنحب الستايل تبعها وفينا نقول ما بنحب الستايل تبعها، بس لكن ليدي غاغا لاول مره بتمثل ماركة معينة، وهي الصورة الخاصة لربيع صيف 2014 لدى فيرساتشي. والمصممة دوناتيلا فيرساتشي بتقول ليدي غاغا هي صديقة حميمة للماركة، وكثير هن لهم شرف تكون عم بتمثلهم للحملة الإعلانية لربيع صيف 2014. أول مرة نشوف ليدي غاغا بهالطريقة، يعني بهال فيمن اللوك، فيري فيمن. من هيك عم بقول لك، حتى بتطلع لو حلو، يعني عادة تنتبه شو لابسه، شو خوتناتها، شو اسمه، ما عم بقول لك ايام مثلا فيك تحب شو لابسه وفيك اوقات ثاني الوقت ما كثير بتحب شو لابسه، على طول بتبالغ، بس لكن هالمره بالحمله الاعلانيه لدى فيرساتشي بتحس اللوك تبعها صار كثير هيك ليدي لايك، كثير فيمينين، كثير فيرساتشي لوك. فاذا لمحبين ليدي غاغا صار فيكم تلبسوا مثلها للحمله الاعلانيه بالصوره والمجموعه لربيع صيف 2014 لدى فيرساتشي. وهيك تنتهي فقرة موضة لليوم مع أخباري الحلوة. وبالنهاية لكل الأشخاص اللي بيحبوا يلتحقوا بميجر فاشن ديزاين، فصار فيهم يفوتوا كمان على الأيو، يحصلوا على شهادة الأيو بالإضافة لشهادة مصمم إلي صعب، وكمان لندن كوليدج أوف فاشن. ما في أحلى منها أكيد. ثانك يو لك وللمعلومات اللي قدمتينا إياها لليوم، رح نرجع نشوفك أكيد إن شاء الله نهار الجمعة. نهار الجمعة رح نتوقف مع فاصل إعلاني، ومن بعدها لكل محبي الشاي والقهوة رح نحكي عنهم مع كارلا بخفيف نظيف.